مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من فقه الحياة. اليقين في الله تعالى من الأعمال الإيمانية التي ينبغي أن ترسخ في قلب كل عبد مسلم، وكما هو معلوم في الدين فاليقين من صفات أهل التقوى والإحسان. قال الله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقد مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فترات من المحن والآلام تقض المضاجع وتضيق بها النفوس، حتى شكى الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهم، وطلبوا منه الدعاء بأن يجعل الله الفرج وينزل النصر من عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بما يشعرون، ولكنه ممتلئ اليقين بأن نصر الله آت لا ريب فيه. للحديث حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. برحب بحضرتك. مرحبا، أهلا وسهلا. مشاهدينا متواصلون معكم في فقه الحياة بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، أجدد لكم التحية، وأجدد التحية أيضا بضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. أجدد التحية بحضرتك يا دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا. فضيلة الدكتور، بداية، ما هو اليقين بالله؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أمير الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة. إليك يا رسول الله وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وفيك وإلا فالمؤمن خائب، وحبك يا رسول الله ديني ومذهبي، والناس فيما يعشقون مذاهب. اليقين هذا هو الأمر الراسخ في عقول وفي قلوب الموحدين الذين يعلمون بأن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك وهو على كل شيء قدير. هؤلاء الذين أيقنوا يقينا لا زعزعة فيه ولا غموض ولا لبث بأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. لا. هو المحيي، هو المميت، هو الخالق، هو الذي بيده مقاليد الأمور. فعندما نسلم الأمر لله تبارك وتعالى: عبدي لا تفكر فإن أولي التدبير هلك، سلم الأمر إلينا تجدنا خيرا منك إليك بك، فهو أرحم الراحمين الذي ينادي في عليائه ويقول: من الذي وقف على بابي ولم أفتح له؟ من الذي سألني ولم أعطيه سؤلة؟ لبسوا ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك ديونا أنت تعلمها، أشكو إليك أمراض أنت تعلمها، أشكو إليك مطالب أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. مددت يدي إليك بالذل معترفا، يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب بالذل خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. المولى تبارك وتعالى يقول: عبدي كلي كما أريد أكن لك كما تريد، فإذا أطعتني فبقدرتي وبحولي ألين لك الحديد. عبدي إذا رضيت بما قسمت لك من رزق أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. عبدي إن لم ترضى بما أسوق لك من رزق لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ولن ينالك منها إلا ما قسمت ولا أبالي وكنت عندي مزمومة. إذن المولى تبارك وتعالى هو الذي يقول في هذا الحديث القدسي لعباده: عبدي كل كما أريد أكن لك كما تريد. فإذا أيقن الإنسان بقوله تبارك وتعالى بأنه هو القادر وهو المقتدر وهو على كل شيء قدير، فما أعلى منك فهو بيد الله، ما أسفل منك بيد الله، ما تريده بيد الله، فلابد أن تسلم الأمر لله. وذلك تبارك وتعالى عندما جعل أهل اليقين لهم صفة في القرآن: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
وفي آية أخرى وبآياتنا هم يوقنون. الذين يرضوا بالقضاء ويصبروا على البلوى لأن الأمر بيد الله، هؤلاء هم الذين أيقنوا بأن الأمر جاء من عند العلي الأعلى. وإذا علمت بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل إليك هذا القضاء أو هذا البلاء رضيت، يحول البلاء إلى عطاء، لأن الأنبياء جميعهم أصيبوا بالقضاء وصبروا على مره، تحول هذا البلاء إلى عطاء، لأن كما قال علماؤنا المحنة تعقبها المنحة. وكم لله من لطف خفي يشق خفاه عن فهم الزكي، كم أمرا تساء به صباحا تأتيك المسرة بالعشي. توسل بالنبي في كل أمر يغاث من توسل بالنبي. طب أنواع اليقين فضيلة الدكتور، هل هناك أنواع لليقين؟ نعم، كل منا على قدره وكل منا على قدر إيمانه. الواحد منا إذا أيقن بأن الله تبارك وتعالى موجود أصبح يقينه عين اليقين، لأنه ما دام هو موجود لا كرب وهناك رب، هو الذي يدبر لي الأمر، هو الذي سيصنع لي ما أريد، لأنني أنا صنعته وأنا موجود من موجوداته ومخلوق من مخلوقاته وأنا عبده، أنا توكلي عليه، لا أطلب من زيد ولا من عمرو، ولكن أطلب من الذي قال أنا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أحد العلماء وأظنه الفضيل بن عياض يلاقيه عبد الملك بن مروان في الحج، قال يا فضيل ألك حاجة؟ قال إنني أستحي أن أطلب حاجة من بشر وأنا في بيت الكريم، أنا في الحرم، كيف لي أطلب من واحد من البشر وأنا في بيت الكرم، أنا في ضيافة الرحمن. فانتظر حتى خرج إلى خارج البيت الحرم، فعندما خرج خارج الحرم ظل يركض حتى لحق به، فقال له ها نحن قد خرجنا من الحرم، ألك حاجة؟ قال من الدنيا أم من الآخرة؟ انظري إلى اليقين. وإلى الرجال الذين تربوا على أخلاق سيد الرجال صلى الله على حضرته، لأنه هو المعلم الأول. قال أتطلب مني أن أطلب منك حاجة من الدنيا أم من الآخرة؟ قال الآخرة أنا لا أملكها، من الدنيا. قال إذا كنت أنا لا أطلبها من الذي يملك الدنيا والآخرة، أنا لم أطلبها من ربي، أطلبها منك أنت؟ هكذا هؤلاء أهل اليقين الذين إذا ما كان الواحد منهم يريد قضاء أمر من الأمور يتوجه إلى من قال دعوني أستجب لكم. الرجل يريد الحج، ذهب إلى الزوجة وإلى الأولاد، تعالوا أستشيركم في أمر، أتمنى أن أكون مع الحجيج هذا العام، ولكن خوفي عليكم والحاجة والفاقة والظروف التي تمر بالأسرة تدعوني أن أستشير كل واحد منكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون الرجل مع أهله كما قال القرآن وشاورهم في الأمر. فقالت الزوجة لا تذهب، حالنا كما ترى، كيف تذهب والحج يحتاج من المؤنة ومن العتاد ومن التجهيز الراحلة ومن طلبات المؤنة؟ فقالت البنت الواثقة بربها يا أبتي توكل على الله، أنت ألفناك أكالا ولن نعلم بأنك رزاق، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق. أخذ برأيها وذهب، وبينما الرجل في طريقه تحدث هنالك حادثة واقعة غريبة الشكل، يمر أمير البلاد وكان بيت حاتم الأصم بعيد عن العمران، فاحتاج إلى كأس من الماء، قال أعطونا ماء من هذا البيت. ذهبوا فطرقوا الباب، إذ بالبنت تخرج، بيت من هذا؟ بيت حاتم، أين هو؟ في الحج، أعطونا ماء. فلما شرب الماء على ظمأ شعر بحلاوة الماء، وسبحان الله هكذا الأولياء، دورهم
وبيوتهم إذا ما نزل واحد إليها يأكل بنية الشفاء ويشرف بنية الدواء يجد الماء له طعم يختلف عن سائر مياه الدنيا. نعم. فعندما شرب وروي من ظمأه قال أين حاتم؟ قال والله في الحج. فأخذ ما معه من ذهب واضعه في الإناء الذي شرب فيه، وقال لمن معه من الجند: من كان له عندي منزلة ويقدر بأنني أنا الأمير يصنع كما صنعت. جمعوا ما معهم من أموال حتى امتلأ الإناء عن آخره ذهب. عادت البنت وهي تبكي والأم فارحة، قالت: يا بنية، عندما يمتلئ البيت بالأموال نراك وكأنك حزينة؟ قالت: أماه، نظر مخلوق إلينا فاستغنينا، فما بالك إذا نظر الخالق إلينا. هكذا أهل اليقين والذين هم بآياتنا يوقنون، لأنك توقنين بأن الأمر بيده تبارك وتعالى وهو لا يضيعك أبدا. كذلك كما فعلت السيدة هاجر، قالت: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا الوادي، وادي غير ذي زرع، لا مال ولا حلال ولا إنس ولا نرى حتى أثار للطير ولا عمران ولا شيء من مناحي الحياة، كيف تتركنا لمن يا إبراهيم؟ وهي تتعلق بالركاب وهو توجه شطر البيت في هذا المكان، وكان البيت كان قواعد لم يرفع بعد. قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. بكى سيدنا إبراهيم: بيتي أصبح في هذا المكان، أهلي في واد غير ذي زرع، في هذا القفر، في هذا المكان، تولاهم فارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جاء الفيء وجاءت قبيلة جرهم وسكنت الآن الحرم، تجد كل ثمار الدنيا تجبى إلى الحرم بدعوة سيدنا إبراهيم، واجعل هذا البلد آمنا بدعوة سيدنا إبراهيم. يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ قال: لله. يا إبراهيم، أتتركنا في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا إنس ولا طير؟ لمن تتركنا يا إبراهيم والجنين له في العمر أيام معدودة؟ قال: لله. قالت: إذن اذهب، لا يضيعنا. قيل إن الله تبارك وتعالى جعل سيدنا جبريل ينزل فضرب حول البيت، أي حول الحرم، نور ظل المكان يضيء ليلا ونهارا، لأنها توكلت على الذي قال: ادعوني أستجب لكم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هكذا تجدي فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء في مختلف أنواع الفواكه موجودة في بلاد الحجاز ببركة دعوة سيدنا إبراهيم. وهذه هاجر الضعيفة الوهنانة عندما علمت بأن الخليل سيترك هذا الجنين وهذه الأم لمن يا إبراهيم وأنت الزوج؟ لا أعرف في الدنيا إلا أنت. قال: لله. قالت: اذهب، إذن لن يضيعنا. هذا هو التوكل، هذا هو اليقين. عندما يؤتى بسيدنا إبراهيم ويلقى في النار، تضج السماء وترتج الأرض وترتعد الملائكة: إلهنا، هذا خليلك إبراهيم سيلقى به في النار يا رب. وظلت المخلوقات والموجودات تتوسل لبارئها لأنها تشفق على هذا الذي سيلقى بعد لحظات في النار. قال تبارك وتعالى: إذا استغاث بكم فأغيثوه، وإذا استغاث بي سيجدني سميعا قريبا بصيرا. فنزل الأمين جبريل: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: أما لك فلا، أما إلى ربي فبلى. فقال تبارك وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هكذا الواجب على الأمة أن تدين لله تبارك وتعالى بنعمة اليقين. هذه النعمة التي أنعم بها المولى تبارك وتعالى على حبيبه وعلى مصطفاه. انظري سراقة بن مالك
يطارد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مطاردة إما أن يأتي به حيا أو ميتا بأبي هو وأمي سيد الوجود. يا رسول الله عيني لغير جمالكم لا تنظروا وسواكم على خاطري يا أبا القاسم لا يخطروا، صبرت قلبي بجمالكم فأجابني لا صبر لي لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشر. الحبيب في هزيع من الليل خرج مهاجرا وتعلن قريش جائزة ماء من النوق لمن يأتي بمحمد صلى الله على حضرته حيا أو ميتا. صراخ بن مالك شهد له بأنه فارس الصحراء، يعرف ضروب الصحراء ويعرف طرقاتها ويعرف مسالكها، أخذ جواده وظل يسرع في خطوات الجواد لعله يحظى بأن يأتي بماء من النوق سيصبح من الأغنياء، ويراود الجواد ويقول له سأصبح من الأغنياء في مكة إذا ألهمتني سرعة تصل بي إلى محمد صلى الله على حضرته، يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحبيب صلى الله على حضرته رابط الجأش واثقا بربه، عندما يلقي الجواد بسراقة على الأرض وعندما علم بأنه حبيبنا ممنوع والله يعصمك من الناس قال النجاة النجاة يا محمد، فقال أمنتك؟ فقال أعطني شيء أعود به. فقال يا سراقة أين أنت إذا كان يوم من الأيام وبيدك سواري كسرى؟ الله أكبر، بمعنى رجل مطارد، رجل يراد به القتل، رجل تطلبه فلول القرشيين وهؤلاء الرصد وهذا الطلب، ومع ذلك يعد هذا الرجل بسواري كسرى. ماذا يعني هذا؟ يعني بأنه سيصل إلى المدينة بأمان الله ولن يصل إليه سوء، وسيصل إلى المدينة ويقيم دولة في المدينة وسيصنع في المدينة صنيعا يكون من شأنه جيش جرار يدخل إلى المدائن بلاد فارس وسينتصر على هذه الدولة العظيمة في وقتها، وسيأتي سواري كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي مكافأة لك يا سراقة. هذه الدلائل كلها تشير على ماذا؟ على أنه صلى الله على حضرته واثق بربه بأنه سيصل إلى المدينة ولا يصل إليه سوء، وسيقيم في المدينة دولة، وأقمت بعدك للبلاد حكومة لا سوقة فيها ولا أمراء. لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، المصلحون أصابع جمعت يدا بل أنت صاحب اليد البيضاء. صلوا على صاحب اليد البيضاء. إذن أنت ممنوع يا رسول الله، لن يصل إليك شيء. نعم وصل إلى المدينة، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، ولبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع، وعليك الله صلى ما دعا لله داع. والمدينة كل المدينة تستقبل سيدنا وحبيبنا والناقة وهو على ظهرها، دعوها إنها مأمورة، ثم يقيم دولة ما سمع التاريخ بهذه الدولة، دولة لا فرق فيها بين بلال الحبشي ولا عمر القرشي ولا صهيب الرومي. وبعد ذلك يأتي الجيش الجرار داخلا إلى بلاد المدائن، وينتقل الحبيب إلى الرفيق الأعلى، ثم تأتي خلافة الصديق، ثم تأتي خلافة الفاروق، إمارة الفاروق رضي الله عنه، ثم وهو على منبر رسول الله ينادي أين سراقة بن مالك؟ قام رجل احدودب منه الظهر، سقط حاجباه على عينيه، تقدم به العمر، ها أنا ذا بين يديك يا أمير المؤمنين، يا سراقة خذ هذا وعد رسول الله لك. بكى الجميع وأول من بكى عمر. هذا الأمر يدل على اليقين، والحبيب بينما هو موقف آخر يعين اليقين عندما كان في الطائف والطائف ترميه عن قوس واحد كما فعل به في مكة فعل به في الطائف
أغرو به السفهاء. وعندما أراد أن يعود وأرسل ببرقية عاجلة إلى من قال دعوني أستجب لكم، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، قال زيد: يا رسول الله، هل نعود إلى مكة؟ هل تستقبلنا مكة بعد أن طردتنا؟ قال: يا زيد، إن الله لا يتخلى عن نبيك. ثم يأتي اليوم ويعود الحبيب إلى مكة فاتحا ومنتصرا: أيها القوم، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. موقف آخر: الثقة في الله والثقة في موعود الله، لأن حبيبنا حق وحبيبنا جاء بالحق وحبيبنا ينطق بالحق، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عندما كان في مكة هنالك أراد أن يصلي ركعتين في الكعبة، في جوف الكعبة، ذهب إلى عثمان ابن مزعون: أعطني أصلي في الكعبة المفتاح يا عثمان. قال: لا أمكنك من الكعبة أبدا. قال: يا عثمان، ماذا عليك إذا جاء يوم والكعبة مفتاحها بيدي أنا؟ قال: يأتي يوم والمفتاح بيدك يا محمد؟ قال: نعم، وعدني ربي والمفتاح سيكون بيدي. قال: إن جاء يوم والمفتاح بيدك يا محمد لبطن الأرض خير لي من ظهرها. تدور الأيام دورتها ويأتي الحبيب ويدخل إلى مكة فاتحا منتصرا. ثم يأتي سيدنا علي: لا فتى إلا علي، يا خمسة يكفى بها شر الأمور الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابنيهما وفاطمة. ثم ذهب إلى عثمان بن طلحة وأخذ المفتاح عنوة ووضع المفتاح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. إذ بالقرآن ينزل على سيدنا وعلى سيد ولد آدم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقال: يا علي، أعد المفتاح إلى عثمان. يا رسول الله، إنه مشرك. فلما جيء بعثمان: خذ المفتاح يا عثمان، خالدة تالدة فيكم إلى يوم القيامة، ربي أراد أن أعيد إليك المفتاح. قال: وأنا أشهد بأنك رسول الله. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا. وأنا أشكركم وأدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصرنا حكومة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان. كل عام أنتم بخير. وحضرتك بخير. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة. الأسبوع القادم لقاء جديد وحلقة جديدة وفقه الحياة. شكرا لكم وإلى اللقاء.